سيف معك حق، ما نخلي المي مفتوحة أكثر منكم، إنه اللي عم تجي المي لنوفرها لتجي بعدين منوفرها، معكم حق. رح أقرأ شوية كومنتس بعد شوية، بس هلأ رح ننتقل لعند هادية على الموضة وضيفة مصمم الأزياء حسين بزازة. صباح الخير لكل مشاهدينا، واكيد مع حلقه جديده من فقره على الموضه. اليوم معي مصمم من احدى المصممين الصاعدين بعالم الموضه وتخرج من الاسمود، وهو حسين بزازه. حسين بزازه هيدي خامس مجموعه بقدمها، ومعروف بالبرنت الخاص فيه يلي مجموعات الفرحه، ومجموعته هي من الفيتا بورتي، بالاضافه بيعمل سبيشال كولكشن يلي هي للكوتور وللنوفيل كوتور. صباح الخير حسين. صباح النور. بنعرف انه هلا قدمت مجموعتك الكروز كولكشن لهالموسم، وكان فيها وتتميز كثير بال 3D جرافيكس وبرنت بنفس الوقت. اذا فيك تخبرنا، لانه هي سويت للمجموعه يلي كانت قبل، اذا فيك تخبرنا اكثر عنها. اخر كولكشن قدمتها هي ريزورت 2015، كانت اذا بدك قسم ثاني للسبرينغ سامر اللي قدمتها. سبرينغ سامر كانت مستوحيه من كل شيء اندر ذا سكين انسبيريشن، سو فور ذيس كولكشن كان كل شيء مستوحى من اندر ذا ايس فور سبرينغ سامر. سو تميزت بالبرنتس اللي هن بيدلوا على بيفرجوا الايس، بيفرجوا كيف الايس عم بيدوب، عم ببين النيتشر وفلاورز تحت، عم يطلع الاشياء الحلوه من بعد الشتاء. مظبوط. ليك حسين، انت هلا متخصص، فينا نعتبر انه مثلا لما الاشخاص بيشوفوا مجموعاتك وهيك، هي بريت ابورتي، بس بريت ابورتي اكثر ميله للنوفيل كوتور اللي هي المزيج الكوتور والبريت ابورتي مع بعضهم، بس ونوعا ما كاستم ميد والكونتيتي اون اوردر شوي. مظبوط. اول شيء بعمل البرودكشن بتكون على بروتوتايب بيسز، وبعدين فور افري كلاينت بنكون عم نحضر لها انسبايرد فروم ذيس كولكشن ابيس خاصه لها، لتكون البيس اكثر يونيك اند سبيشال فور افري كلاينت. ولما بتيجي مثلا للبرنت اكيد ما في قطعه بتطلع على نفس الشيء بالاخر. اكيد كل قطعه بتطلع يعني مختلفه عن الثانيه، لانه كل برنت بنكون عم نعملها هاند ميد لحالها، سو ولا وحده بتطلع بتشبه الثانيه. قد ايه وقت للزباين يحصلوا على القطع، خاصه البرنت، غير الاشياء مثلا من السويتر؟ هلا بنرجع بنحكي عنهم اكثر تبعون هالموسم. عادة بياخذوا من 4 لـ6 جماع، بنعطي وقت لحتى الزبونة تستلم الاوردر تبعها. اوكي، وفي فيتنج بهيدي الفترة؟ على حسب، إذا الزبونة موجودة بلبنان بيكون في فيتنج، إذا برات لبنان بيكون بس شيبينج دايركتلي. بيكون شيبينج. طيب على كل حال خلينا نحن وهلا عم نحكي أكثر وعم نتعرف أكثر على المجموعة، رح نشوف الصور للكروز كولكشن اللي أكثريتها موجودة هون، وفي بعض القطعة انا لبستها هلا بنحكي عنها للصيفيه الجاي. على كل حال هون عم نشوف سوا التنوره برينتد. البرينتد بتخيل بتشبه التوب اللي لبستها هيدي كمان. نفس التوب اللي لبستيها. توب معموله من ميتاليك اورجانزا لتعطي هالافيل ذا ايسي افكت، وسكيرت برينتد سكيرت كمان فيها البرنت ذا ايس وفلاورز يلي بيكون هيك بتطلع عم بت هيدا. نرجع هون القطعه سيدا، بس لاعب هون على الفوليوم، فوليوم وميكس قماش مع بعض، وفي عندنا هون 3-4 قماشات بنعملهم ميكس مع بعض، كله كمان اورجانزا وسيلك سكوبا، وبالوان كمان ايسي كولد كلرز. ايه من اصلا من اللون كثير دارج. هون بنرجع شوي للوك المور كاجوال، اكثر كاجوال، مع التنوره الدونتيل سي ثرو، سي ثرو كترانسبيرنت مع برنت وجاكيت. مثلا هون مثلا بهيدي الموديل اللي شفناه مثلا من قبل، فينا نعدل؟ مزبوط، فينا حسب شو نعدل، طول نعدل، كلر وايز ديتيلز. وهون كمان المزيج القماش مع بعضه اجمالا، في عنا امبرويدري مع، يعني هو اكثر في عندنا بيسز مع بعض بنعملهم ميكس اند ماتش، مع شيرت مع سكيرت توب، يعني فيك تلبسي البيسز مثلا مثل هون عندنا لوك ثاني، يعني فينا نحط شيرت تبع اول لوك مع سكيرت تبع ثاني لوك، كمان المره ما تكون مقيده بالتوتال لوك مثل اللوك بوك. هون الطول. طيب بدي اقول لك حسين، هلا نحن عم نكفي عم نشوف الموديلات، لان فيهم يجوا اكيد لعندك على الاتوليه، يا اما بالاماكن اللي عم بتبيع فيهم.
قد ايه بتتبع الموضه اجمالا؟ بنحسك انه بتتبع الموضه نوعا ما مع الايدنتيتي تبعيتك لتعمل القطعه مختلفه. صح. هلا اكيد كل سيزون بنعمل ريسيرش على الترند، شو الترند، شو البيرو دو ستيل عم بيقدم فور ذيس سيزون، سو بنشوف انا شو اكثر شيء اي جيت انسبايرد فروم ذيس سيزون فروم ذا ترند لهالسيزون، وبجمع مع انا شو عبالي اعمل وبنطلع الكولكشن. خلينا نشوف هيك ونحكي اكثر غير بعد ما هلا شفنا صور، وفي طويل في قصير بالمجموعه كلياتهم، وهدول موجودين عندك كلياتهم بالاتليه. هدول موجودين بالاتليه هون وبدبي بالشوروم. بالشوروم. هلا هون عندنا بالاستوديو كمان بعض الموديلات. هون بنشوف توب مثل لعب هون على القصه اجمالا، على قصه الصدر توب جلد جاي سنتري قصيره، وهون اكيد فيها نعدل، بدها وحده بدها اياها اطول بدها اياها اقصر. هلا هو اكثر البيسز الريدي تو وير الايزي، لا الايزي تو جيت اجمالا سويترز اند توب. هدول هالسنه كمان من الماست هاف، شفناها الصيفيه شفنا كثير سويتر، بس السويتر بعده مكفى معنا لشتى 2015. هدول يونيسكس بيسز از ويل، يعني مان وومن مثلا مثل ذيس سويتر، وكمان اتس اول اباوت القماش، كيف عم ينخلط القماش كله مع بعضه كلياته. هون رجعنا شفتنا بستيل اكثر برنت، وهون اللعب هون بتخيل هيدي بتخيل هيدي القطعه على اللبس بتعطي الجمال كلياته، وهيدي دخلك هيدي البرنت كلياتها مرسومه على الايد، كله بينعمل كولاج على الايد ورسم على الايد وحل القماشه كمان. هون بنرجع للفساتين، هيدا الفستان البرنتد البرنتد، بتحسوا هيك ال 3 دي. واذا فينا نشوف نفوكس اكثر لنخبر اكثر عن الثيم تبعك. مزبوط. هو البرنت هي اكثر شيء بتدل على الانسبيريشن، هو كيف عم بدوب الثلج وعم ببين تحته الورد والطبيعه. الطبيعه الحلوه بعد فصل الشتاء. وهنا هيدي القطعه اللي هيك مبينه ايسي على الصوره، فكره ما كثير مبين الديتيلز. هي تو بيسز، عندنا سكيرت وشيرت وكل كيا وفيها سلتس. مزبوط. مقصقصة. اوكي، وهيدا سترابلس. هيدي كمان شفنا، لا هيدي التنورة اللي شفناها على مع التوب مثل اللي لبستها. يا مزبوط. بس كمان بيطلع كثير حلو سترابلس دريس كمان. أنا مثلا هيك هلا عم بتخيلها هيك. خلص هيدي قطعتي اللي جاية. نفس الشيء. وبنرجع بعدين هيدي شفنا شيء مثل على ابيض تقريبا الدونتيل. هو لانه كنت عم بشتغل على كل شيء ترانسبيرنت لحتى بين هالافي انه في عنا ايس افكت واشياء ترانسبيرنت عم ببين من تحت على السكن. اوكي، وهيدي القطعه اللي هيدي من لما بلشت انت عم ترجع بتعيدها وتطورها. مزبوط. وهون لبس هيك لنخبر المشاهدين، هيدي الكولر، هيدي الكولر على فكره بتنشال وبتنحط. في هي كانت من هون، انا قلت له لحسين هيدي بدي اياها. سو هي بتركب مع هيدي التوبي اللي كمان كلياتها الحنفيه عم ينزل منها حشرات، وبس احلى شيء هي البابيون كمان في هدول الانواع بس لا احلى شيء بقي هو البابيون اجمالا. وهيدي كمان في كمان من البريت ابورتي، هيدي دائما موجوده بالاتليه من البريت ابورتي كولكشن. ودخلك كان في عندك هلا مشاريع كثير حسين، بتخيل يمكن هدول بنتركهم سربريز للمشاهدين. طيب بالنسبه للكولكشن الجايه، على اي عنوان رح تكون عم تشتغل اكثر؟ هلا عم نحضر الفول وينتر كولكشن، ريدي تو وير فول وينتر فور نكست سيزون، وعم نشتغل 2015 2016. بس هيك هلا المشاهدين كثير نطينا. كثير نطينا. اوكي، ما هيدا عالم الموضة على كل حال. بقى عم نشتغل على كوليكسيون رح تكون كمان يعني تتميز بنفس القصات، بنفس التكنيك اللي عم نشتغل فيها بكل كوليكسيون، من برنت، من دونتيل، من ميكس اوف فابريكس، ورح تكون شوي كوليكسيون
اقل فرحه من هول، تكون شوي مور شوي دارك. ايه لانه بالاخر الشتويه فينا نتجرأ شوي نكون هيدا غير مقارنه لفصل الصيف. لكن بتمنى لك كل التوفيق احسان، وان شاء الله اكيد بالايام الجايه بتخبرنا عن السربريز اللي حتصير هلا بشهر اذار. اه بشهر اكتوبر. بعد شهر. بعد شهر مزبوط، لانه بقى كمان بقى عندك اشي كمان سربريز بعدين. على كل حال هيدا كان كل شيء لليوم بعالم الموضه مع مجموعه حسين بازازه لهالموسم، واكيد لكل الاشخاص فيكم تفوتوا تشوفوا وتعرفوا اكثر عن المجموعه تبعيته على الويب سايت اللي هي حسينبازازه.com، بالاضافه للجروب على الفيسبوك. اما هلا بننتقل لان جوزيف لنشوف شو مخبلنا بعد عالم الصباح. ثانك يو لك هاديه، ثانك يو حسين. بتصور الرسمه اللي على التيشيرت هاديه الحنفيه اللي نزل منها بابيون بتشبه الحنفيات اللي ببيوتنا حاليا، لانه ما عم ينزل مي. لانه نحن هلا عم نطالب بالمي، ومن وحي المناسبه طلعت لنا هالتيشيرت. مزبوط. لكل المشاهدين مكملين على الصباح ل 12:30 بتوقيت بيروت، بريك قصير وبعدها بعود انا وياكم لنكفي مع الشيف شادي ورشه ملح وكارلا خفيف نضيف واتصالاتكم المباشره.